صح، العمل هو بيبقى شامل بعض الأسئلة اللي هو تعرض لحد مريض بالمرض ده ولا لا، كان في مستشفى بتعالج الأمراض دي ولا لا، اللي هو بنشوف عامل الخطورة عنده، هل هو تعرض للمرض ده ولا لا، وبالتالي ده الفرز الصحي الأولي اللي احنا بنعمله. فبيشوف المريض ويبتدي يشوف ده لكل منظار لكل مصر، لجميع أماكن الحدودية لمصر. الكارت الصحي ده اللي هو مديهوله بيشمل البيانات الشخصية بتاعته، هو قاعد فين في مصر، كان فين آخر أسبوعين، زار ايه من البلاد، وهيقعد فين، ورقم تليفونه. ليه بناخد البيانات دي؟ لان بعد الوصول بيتم حاجه اسمها متابعه ما بعد الوصول. فاحنا دخل خلاص عندنا المطار، عدى من الحجر الصحي، والحجر الصحي شافه وتاكد ان هو ما فيهوش اصابه في الوقت اللي هو كان بيفحصه فيه، فبيدخل مصر. بعد ما يدخل مصر بيخش عندنا في برنامج الكتروني اللي هو برنامج تسجيل ومتابعه. فالبرنامج شامل التسجيل اللي بيتم في الحجر الصحي بيسجله، بيشمل المتابعه اللي هو بيتم في المحافظات اللي هو بيبقى قاعد فيها مقيم فيها. فبيقعد يتابع لمده 14 يوم اللي هي فتره حضانه المرض، يتم المتابعه. في انواع المتابعه حتى بتختلف، في متابعه نشطه اللي هو حد يروح يزوره في مكان اقامته على حسب المكان، اذا كان خطر اللي جاي منه فبيروح يزوره زياره او اتنين او ثلاثه في الاسبوع عشان يتاكد ان هو ما لهوش اعراض. في برضه زيارات حاجات تانية اللي هو اتصال تليفوني. هل معنى كده ان كل من زار مصر في الفتره اللي فاتت دي تم متابعته لمده 14 يوم بعد ما وصل بالكامل، ما فيش حد فلت مننا خالص؟ بالفعل يا فندم، كل اللي بيخش بيدخل قاعده البيانات بتاعه الحجر الصحي، ولما يدخل قاعدة البيانات خلاص بيسمع في المحافظة اللي هو ساكن فيها، وبالتالي بتتم الأجهزة الصحية اللي موجودة في المحافظة بتتم المتابعة. ولما تتابع بتسجل على البرنامج برضو ان هو تابع وتابع كم مرة ونتيجة المتابعة كانت ايه. طب المتابعة دي أصفرت عن كشف عن حالات إيجابية؟ في ناس اكتشفتوا بالمنظومة دي إصابتهم بالفيروس؟ بالطبع، يعني كان بعض الناس بيسألوا مثلا احنا بنروح نكشف على حد ليه، أو بناخد منه عينات ليه، أو كده. في بعض الأحيان في المتابعة ان هو بيشوف ان في حد درجة حرارته عالية أو ظهرت عليه بعض الأعراض، فبيتم متابعته واخذ عينات منه للتاكد من خلوه من المرض ومتابعه مخالطين اللي معاه. فكل واحد بيتاخد منه عينه، بنبتدي نحصر كمان المخالطين اللي ليه عشان يبتدي يتابعوا هما كمان اذا تاكد ان هو ايجابي. يعني زي ما احنا في ضربات استباقيه كده. المواجهه مع النفس مع الاعلامي احمد سالم، الجمعه في الساعه 11 مساء على القاهره والناس. اهلا بكم في العاصمه.